الحقني يا بابا الحقني يا رحيم. في ايه؟ سيد نفذ وعده وخد العيال. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ البنات ما ركعوش على البيت، طلعت انا على المدرسه، قالوا لي ما ركبوش الباص وابوهم جه خدهم، كلمته في التليفون، قال لي من النهارده مش هتشوفي بناتك تاني. الله، هو السيد ده اتهبل؟ ده لازم يتربى. هي شقته الجديده فين؟ لا لا استنى، بلاش تروح له، استنى. في ايه يا رحاب؟ في ايه؟ الله، انت مش عارف ابوك ولا اخوك مين؟ خايفه ليه من حته راجل ما يسواش زي سيد؟ هو ماسك عليك زله يا بنت. ايه يا بابا اللي انت بتقوله ده؟ زله ايه وبتاع ايه؟ وبعدين هخاف من ايه يعني؟ لا طبعا مش خايفه ولا حاجه. رحاب، انا كنت عايزك في كلمتين كده بعد اذنك يا حاج. ماشي. مالك بقى يا رحاب؟ ما تحكيلي. مفيش، انا قلقانه على البنات شويه. بس سيبك من موضوع البنات ده، ده امره سهل، هيباتوا في حضنك الليله. انا عايز افهم ايه اللي بينك وبين سيد بالظبط. هيكون في ايه يعني؟ ما انت عارف سيد وعمايله وزعبيب. رحاب، انا جايبك هنا المكتب عشان نتكلم على راحتنا. ابوك كلامه صح، انت ليه خايفه من سيد طول الوقت؟ رحاب، انت مخبيه علينا حاجه؟ انا خالص هخبي ايه يعني؟ امال مالك في ايه يا رحاب؟ انا اخوكي وفاهمك اكتر من اي حد في الدنيا دي. اتكلمي وما تخافيش. رحيم، انا غلطت غلطه كبيره قوي وبدفع تمنها لحد دلوقتي. غلطة؟ غلطة ايه؟ فاكر ابراهيم الغرباوي؟ فاكر لما ساب الشغل معاك وسافر برا مصر وما رجعش تاني؟ السيد هو اللي اجبره انه يعمل كده. وسيد ماله ومال ابراهيم؟ ابراهيم ده انسان واطي، فهمني في الاول انه بيحبني وانا صدقته، وفضلنا مع بعض لحد والله ما اعرف ده حصل ازاي، والله ما كنتش عارفه اتصرف، فضلت عايشه في دوامه فضيحة من ناحية وإبراهيم وندلته من ناحية تانية، فضل يذلني ويطلب مني فلوس كل يوم، وفي الآخر راح حكى لسيد على كل حاجة. ما هما كانوا صحاب ساعتها، سيد جالي ساعتها وقال لي انسي إبراهيم ده خالص، كأنه ما ظهرش في حياتك. وفعلا ابراهيم سافر ومبقاش يكلمني تاني، واللي عرفته بعد كده ان سيد طرده وهدده. ومش بس كده، سيد جالي وقال لي انه بيحبني وطلب مني الجواز عشان يستر عليا، وانه ما يقدرش يعيش من غيري. عرفت بقى يا رحيم أنا مستحملة السيد طول السنين اللي فاتت دي ليه؟ أصعب حاجة في الدنيا إن الواحد يعيش عمره كله هو شايف أقرب الناس ليه في صورة، وبعد كده يشوفهم في صورة تانية خالص.
لا يا عم سيد، انت سكتكم السالكه كلها لهبش. كفايه اللي حصل المره اللي فاتت. يا عم اهدى كده وصلي على النبي. الله، بعدين رمضان انا مش مغفل عشان اتعلم عليها مرتين. اللي حصل المره اللي فاتت حاجه والمره دي حاجه تانيه خالص. ونضمن منين الكلام دوت؟ المره اللي فاتت اتعورنا في فلوسه بس، يا عالم بقى المره دي هنتعور في ايه تاني؟ يا عم محدش يعورك، ما تخافش. الله، دي شغله نظيفه كده ومش هتاخد في ايدك غلوه وهتخلص في التلاته. الله، وبعدين رمضان هو حد لاقي الشغل اليومين دول؟ يا رمضان ما ترفضش النعم عشان ما تزولش من وشك. بقول لك يا سيد، انت ضامن الناس دي قوي؟ برقبتي، ده اخويا. اخلص بقى عشان هطلع اشوف البنات اللي في العربيه دول. بنشوف اخرتها معاك. والله اخرتها مال بنو حلاوه طحينيه. انا عايزك بس تخش يا رمضان كده المكنه تضرب الحجرين الموتين، ها؟ وتسخن كده وتسخن لي الكمبيوتر. يا نهار السويد. اسخن. مالك يا حبيبتي، في ايه؟ بابا. ماله بابا تاني؟ هرب زي كل مره. هرب راح فين يعني؟ ما اعرفش، اختفى فجاه. خد مراته وخد رنيمه وما لهمش اي اثر. طب ما يمكن سافروا ولا راحوا هنا ولا هنا. ما حدش من الجيران يعرف عنهم اي حاجه. كلمته ألف مره تليفونه مقفول، والمحل اللي كانت مراته مأجراه كمان مقفول. وصاحبه قال انهم جم فجاه لموا حاجتهم بسرعه ومشوا. هو دايما كده، بيعرفش يعمل ولا اي حاجه في حياته غير انه ياخد بعضه ويهرب. طب ورنيم ذنبها ايه؟ انا كل اللي كنت عايزاه ان انقذها من اللي هي فيه. دلوقتي خلاص رنيم راحت ومستقبلها ضاع. ما عرفتش انقذها يا ماما. هدي نفسك يا حبيبتي. انا السبب، انا اللي ما لحقتهاش. ما تظلميش نفسك يا دالي، انت عملتي كل اللي تقدري عليه. الذنب ذنب ابوها، هو اللي جابها في الدنيا دي وعارف ان مستقبلها هيكون ازاي. ليه ربنا خلاني اشوفها؟ ليه خلاني اقابلها واحبها؟ لو بيعاقبني عشان ذنب انا عملته، هي مالها؟ هي ذنبها ايه؟ فكريش كده يا داليا، كل واحد في الدنيا دي ربنا خلقه وهو اعلم بطريقه عامل ازاي. مش يمكن يا حبيبتي بعدها عنك يكون احسن لها؟ حد عارف؟ يا روكا، يلا بقى اللبن 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 يا روكا. يا رولو، مالك؟ ما تاكل يا مي. رحيم، مبروك على الشقة يا سيد. ولو اني شايف ان ذوقك زبالة. انت جاي ليه؟ ممكن يا ولاد تخش جوه عشان هنتكلم انا وبابا في شغل. شغل ايه اللي هنتكلم فيه؟ هتعرف لما الولاد يخشوا جوه.